في خبر سار يخص أسعار المحروقات بالمغرب والتي وصلت علينا السماء، أوردت مصادر مطلعة ومقربة أن انخفاضا جديدا ستعرف الأسعار ابتداء من ليلة الأحد الاثنين القادم في الانخفاض، وذلك بناء على التراجع المسجل في سعر بيع برميل النفط بالسوق الدولية وفق ما أكدته مصادر من إحدى الشركات المحروقات الفاعلة في القطاع بالمملكة. وقالت مصادر إنه من المنتظر أن تشهد أسعار بيع المحروقات بالمغرب ابتداء من منتصف الشهر الجاري انخفاضا يقدر بدرهم واحد بالنسبة للغازوال و 0.80 سنتيم بالنسبة لسعر بيع البنزين، وبعد هبوط سعر البرميل بالسوق الدولية إلى أدنى من عتبة 90 دولارا، يأمل مواطنون مغاربة وفعاليات مهنية أن تواصل هذه الأسعار انخفاضها للتقليل من الأضرار التي خلفتها طوال أسابيع ووفق موجة استياء كبيرة. ويأتي الانخفاض الجديد لينضاف إلى سابقيه خلال الشهر الأخير، حيث قامت شركات المحروقات بالمغرب بخفض درهم في كل لتر من الغازوال وحوالي 0.80 سنتيم بالنسبة للبنزين على مرحلتين، إلا أن المواطنين لا زالوا ينتظرون تراجعا أكبر في الأسعار، لا سيما أن تأخير تطبيق التخفيضات المعلن عنها في محطات الوقود زاد من غضب المغاربة.